بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أصدقائي وأحبابي في قناتكم فارس البرمجيات على اليوتيوب. حضرتك إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. موضوع درسنا النهاردة موضوع مهم جدا، هو تفعيل جوجل أدسنس على قناتك. تفعيل جوجل أدسنس على قناتك، طبعا لما بيكون عندك قناة على اليوتيوب وعايز تفعل عليها الاعلانات عشان خاطر تربح منها الديورات. طيب ازاي النهارده نفعل جوجل ادسنس على قناتك؟ الدرس ده معمول على شرف قناه مطبخ شوق. الدرس معمول النهارده على شرف قناه مطبخ شوق. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. خش في موضوع درسنا النهارده على طول. درسنا النهارده سهل وبسيط جدا. حضرتك هتخش على اي متصفح جوجل فايرفوكس ايا كان المتصفح عندك، تفتح صفحه النت وهتكتب هنا www.google.com. فبعد ما تكتب هنا كده اهوت تضغط على انتر هيفتح لك الصفحه دي. بتيجي بتعمل هنا، تضغط هنا وتضغط على تسجيل الدخول. تسجيل الدخول بتسجل حسابك الايميل بتاعك وبتكتب الباسورد بيدخلك على الحساب بتاعك. تضغط هنا على النقط اللي فوق دي، النقط اللي فوق دي. بعد كده تختار كلمه يوتيوب، اختار كلمه يوتيوب. ماشي، احنا ماشيين واحده واحده اهو. بعد كده تضغط على الحساب بتاعك تاني، تضغط على كلمه قناتي، كلمه قناتي. انا القناه دي لسه عاملها دلوقتي حالا، يعني بص حتى بيطلب مني ان انا ادخل اسم القناه والكلام ده كله. تمام، فانا هضغط هنا على كلمه انشاء القناه. لسه ما عملتش فيها اي حاجه، قناه جديده انا عاملها مخصوص عشان خاطر اوريكم ازاي افعل الاعلانات عليها. تمام، بعد ما ضغطت كده اهوت وفعلت القناه، بضغط هنا اهوت واضغط على كلمه الاعدادات، على كلمه الاعدادات. فتح لي النافذه ديت. باجي هنا كده تحت، هو داخل هنا كلمه الحساب. في حسابك تضغط هنا على عرض الميزات الاضافيه، تنزل كده تحت سنه بتلاقي تحقيق الربح، بتلاقي هنا خانه اسمها تحقيق الربح، تضغط عليها تفعيل عشان تفعل الربح اللي هو جوجل ادسنس. هنتبع الخطوات زي ما انت شايف كده، بيقول لك عشان خاطر تقدر تربح لازم يكون عندك 4000 ساعه مشاهده وعندك 1000 مشترك. تمام، تضغط هنا على كلمه البدء، اقرا براحتك البنود والكلام ده كله. حضرتك لو عايز تترجم الكلام ده كله ممكن تنسخه وتروح تترجمه في جوجل. نضغط هنا نعلم على الثلاث خيارات دول، ادي واحد اتنين ثلاثة. بعد كده بتضغط على كلمة أوافق، بيحولك على البند الثاني عشان تفعل الإعلانات. طبعا بيفضل يحمل شوية، النت عنده بطيء. بس زي ما انتم شايفين دخلني على البند الثاني، هم 4 بنود. أنا كده الشرط الأولاني حققته، بضغط على الشرط الثاني البدء، هو الاشتراك في ادسنس زي ما انت شايف، هيحولني لصفحه تانية. هضغط هنا على كلمه التالي. تمام، بيقول لي هنا اختار الحساب اللي انت عايز تسجل بيه على ادسنس. انا هختار الحساب اللي انا لسه عامله دلوقتي حالا دوت. زي ما انت شايف كده جاب لك الكلام دوت. اول حاجه اروح على القناه بتاعتي اهو، واجيب العنوان اللي فوق ده من اول كلمه دبليو، من اول كلمه دبليو كده اعمل نسخ العنوان بتاعي، وهنسخ هنا العنوان. او ممكن تاخد العنوان كله مفيش مشكله، نسخ مفيش مشكله بردك عشان ما صعبهاش على حد. ونعمل هنا لصق، المشكله دي بسبب التهنيك في النت. طبعا مش هلاقي اي حاجه، مجرد ما تضغط هنا بيجيب لك العلامه زي ما انت شايف كده ان انت تضغط. او عامه هو كده واخد اوريدي عشان انا مسجل فوق، مسجل فوق الايميل بتاعي وجالي متسجل اوتوماتيك، فهنا كاتب العنوان بتاع القناه بتاعتي زي ما انتم شايفين. حتى بعد كلمه شانل في، شايفين الحروف دي، ركزوا معايا لما نروح للقناه بتاعتي هتلاقي نفس الحروف اهي زي ما انتم شايفين. هو كده كده مسجله اوتوماتيك، لو ما رضيتش تظهر بعد كده مع اي حد هتنزل كده تحت وتضغط هنا على كلمة نعم. لازم تحدد البلد، البلد ما ينفعش تغيرها بعد كده، البلد ما ينفعش تغيرها بعد كده، لازم تختار البلد اللي انت فيها
طبعا احنا هنا في مصر هنختار البلد مصر، تقدر تنزل كده تحت لحد ما تلاقي كلمة مصر، هتلاقي تحت في الآخر في حرف الميم اهي زي ما انتم شايفين، اختار كلمة مصر وباجي هنا اهوت اقول له نعم زي ما انتم شايفين كده خطوة بخطوة، وبعد كده اقول له انشاء الحساب. انا كده اشتركت في ادسنس، اشتركت في ادسنس ماشي. بعد كده بقول اثبات يبقى والكلام ده كله عشان خاطر ازاي اعرف افعل اعلانات والكلام ده كله. اسفل الفيديو اللي تشاهده الان في صندوق الوصف هتلاقي قائمة تشغيل حاططها لك بتخص كل حاجة اليوتيوب، تخص كل حاجة عن اليوتيوب، ازاي تعمل ايميل، ازاي تفعل الاعلانات، ازاي تستلم ارباحك من جوجل ادسنس، كل حاجة تخص اليوتيوب هحط لك في صندوق الوصف تحت لينك لقائمة تشغيل خاصة باليوتيوب فيها كل حاجة تخطر ببالك. ولو انت حضرتك في حاجة عايز تسألني عليها هتلاقي برضك لينكات تقدر تتواصل معايا ازاي، تضغط عليها وتتواصل معايا، وان شاء الله لو في اي نقطة او اي صعوبة اقدر اتواصل معاك واحل لك المشكلة دي. احنا شرحنا الكلام دوت اللي هو طالبه مني، يعني الكلام اللي هو طالب مننا مني ان انا اسجله ده انا شرحته قبل كده في اليوتيوب، هسيب لك قلت لك اللينك بتاع الدرس دوت في صندوق الوصف. انا مش هتطرق للموضوع ده دلوقتي، انا دلوقتي هرجع تاني اخش كده اضغط هنا اهوت، خش برضك هنا اهوت على الاعدادات، خش هنا على عرض المزيد الميزات الاضافيه، هنا على تفعيل، لا لازم تتكتب. هو كده دلوقتي اشترط الشرط الجديد دوت، انا كنت بعملها قبل كده ما كنتش لازم اسجل الكلام دوت. عامه هتكتب هنا العنوان بتاعك، لازم تكون تكتب العنوان بتاعك، لازم يكون الحروف كلها كابيتال، ولازم يكون العنوان بتاعك دقيق جدا لان هيرسل لك كود حاجه اسمها بين كود، اول ما بتبلغ بيتم تفعيل الاعلانات عندك ويبلغ الحد الاقصى عندك 10 دولار بيبعت لك الكود دوت على العنوان اللي انت هتسجله هنا. انا هكتب العنوان والبيانات بتاعتي وارجع لكم تاني على طول. رجعت لكم بعد ما سجلت البيانات زي ما انتم شايفين كده. العنوان الاول لازم الحروف كلها تكون كابيتال، لازم تكتب عنوانك دقيق زي ما هو موجود في البطاقه. تاني حاجه المعلومه ديت مهمه جدا وتركاها يعتبر للدرس، كان دايما الناس بتبعت تستلم الكود والكود ما كانش بيوصل لها عشان سوء البريد عندنا طبعا في مصر. فانا كنت بكتب هنا تكتب رقم تليفونك وتكتب اتصل بيا هكون عند سيادتك، بمعنى العنوان من بره في الظرف اللي هيجي لك من جوجل ده اللي هيبقى فيه البن كود، ملوش دعوه بالفلوس، بيجي لك على العنوان دوت تمام. طبعا ما فيش حد بيجيب البريد ولا الكلام ده كله دلوقتي، بيكتب العنوان الثاني تحت. فانا بكتب رقم تليفوني بحيث لما بيجي الجواب بتاعي للساعي البريد يتصل بيا وانا اروح طبعا واخد منه الجواب، وانا كده اقدر يوصل لي البين كود. وطبعا البين كود لو ما وصلش طبعا في طرق ثانيه اقدر افعل بيها، لو البين كود ما قدرش ان هو يجي لي بيتي في طريقه ثانيه هنبقى نشرحها. بتسجل المدينه طبعا اللي حضرتك فيها والمقاطعه اللي هي المحافظات. طب البريد الرمز البريدي ده وتجيبه ازاي؟ حضرتك مثلا سي في منطقه الجيزه ماشي، هتكتب هنا تكتب في جوجل، تفتح جوجل تكتب مثلا الرمز البريدي لمنطقه الجيزه، تكتب بقى انت عيني مثلا في كام في الجيزه، الرمز البريدي لمنطقه كذا مثلا في القاهره، مدينه نصر، المقاطعه اللي انت في المكان اللي انت فيه اكتبه في جوجل هجيب لك رقم. اكتب الرقم دوت اللي هيجي لك اهو دوت اقرب بريد ليك. هتضغط هنا على كلمه ارسال، اضغط على كلمه ارسال بعد ما سجلت، ورقم الهاتف هنا اختياري، تاكد من المعلومات دي تكون صحيحه تمام. اضغط هنا على اعاده التوجيه، زي ما انت شايفين كده احنا في الخطوه الثالثه، هدوس على البدء. ديت شكل الاعلانات اللي ان شاء الله هتتفعل عندك، اقول له حفظ. كده انت قدامك خطوه واحده بس يا بطل، وهي انك تجتهد وتنشر فيديوهات عشان خاطر تحقق 4000 ساعه مشاهده ويكون عندك 1000 مشترك. مجرد ما بتبلغ الحد دوت عندك جوجل ادسنس هتراجع القناه بتاعتك، مجرد ما تتاكد ان الشروط بتاعتك كده متوفره تبدا تفعل الاعلانات عندك على القناه زي ما هي متفعله دلوقتي عندي حاليا على قناتي فارس البرمجيات. لا تنسى الاشتراك في القناه حتى يصلك كل جديد، ولا تنسى الاشتراك في قناه مطبخ شو. الدرس النهارده كان على شرف القناه ديت، وثانيه واحده خليك معايا اقول لك على حاجه. احنا هنخش هنا على قوائم التشغيل، هتخش هنا في قائمه اسمها يوتيوب، مجرد ما تخش هنا على اليوتيوب تمام هتلاقي هنا
فيديوهات كلها تهمك، زي ما انت شايف كده زياده ارباحك على اليوتيوب بطريقه مشروعه، طريقه انشاء حساب جوجل، طريقه انشاء حساب جيميل اللي هو جوجل يعني، انشاء قناه على اليوتيوب ازاي وتفعل الربح عليها. بس دوت التفعيل دوت كان قديم، ده التفعيل اللي احنا شرحناه دلوقتي ده بتاع 2019. رفع الفيديوهات ازاي على اليوتيوب، ازاي اضبط اعدادات القناه بتاعتي، هتلاقي كل حاجه خاصه باليوتيوب اهوت. يا رب الدرس كان سهل وبسيط وينال اعجابكم. لا تنسى الاشتراك في قناتنا فارس البرمجيات. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.